اهلا بيكم، انا سيف خرفان، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج هاشتاج. النهارده هنبتدي برنامج هاشتاج بخبر جميل، خبر لسه طازه جاي لنا من يمكن ساعتين بس، وهو بالنسبه لعمرو عبد الله البحيري. اخيرا اتحكم النهارده على عمرو البحيري بست شهور بعد ما قضى تقريبا سنه كامله في السجن ظلم. عمرو خارج خلاص وقريب هيبقى في وسط عيلته عقبال كل المعتقلين. جدير بالذكر ان عمرو اتوقف يوم 25 فبراير، مكتوب على الصفحه اللي بتأيده. عمرو بيقول: وقفت معاكم يوم الجمعه 25 فبراير بطالب باقاله شفيق، ضربوني وقبضوا عليا وحكموني عسكريا في يومين من غير محامي وحكموا عليا ب5 سنين. في الوقت ده كنا يعني الناس كلها استغربت ان دي كانت مظاهرات نازله بمليونيات على حكومه شفيق اللي هي اتعينت من حسني مبارك، كان كله مستاء منها والناس كلها كانت بتطالب انها تتشال. كان غريب ان واحد يتم اختياره واعتقاله على اساس اشتراكه في المظاهره دي. نحب نبارك لعمرو وهننتقل نشوف تعليقات الناس بخصوص قرار المحكمه. علاء الدين علي بيقول: مبروك عمرو البحيري. جوناثان موريمي بيقول: for almost a year we tweeted free عمرو and blogged and begged. Now عمرو البحيري to be released from prison, biggest joy thanks to no military trials. بيقول جوناثان: بقالنا سنة بندون وبنعمل تويتات للإفراج عن عمرو البحيري وأخيرا تحقق الموضوع وفي فرحة كبيرة. بيقدم شكر خاص للمحاكمات العسكرية اللي من أكبر النشطاء فيها كانت منى سيف، وفي تهاني كتير واصلة لعمرو ومنى في نفس الوقت. الزيبة على تويتر بيقول: أحسن خبر سمعته من سنة، حمد لله على السلامة لعمرو البحيري. ده على هاشتاج فري عمرو ونو ميليتري ترايلز. العش بيقول: يا ريت لما عمرو البحيري يخرج إن شاء الله خلال 3 أيام الميديا تقدر معاناته لسنة في أسوأ سجون وأسوأ ظروف وتسيبه في حاله وتبعد عنه. انتقل منصور محمد بيقول: مبروك عمرو البحيري، مبروك يا منى. زي ما قلنا لكم منى سيف من المحاكمات العسكريه بتقوم بمجهود كبير جدا للناس اللي تم محاكمتهم عسكريا، ومع العلم العدد واصل النهارده ل 13,000 شاب اتاخد من مظاهرات واتحكم عليهم في محاكمات عسكريه بدون محامي وبدون قاضي طبيعي. عقبالك يا سامبو، عقبال الباقيين كلهم. محمد هارون بيقول: عمرو البحيري دخل السجن الحربي عشان معترض على شفيق كرئيس وزراء، خرج بعد سنة عشان يلاقيه رئيس. ده بالإشارة لترشح أو إعلان أحمد شفيق نية ترشحه لمنصب الرئاسة. شادي الخراشي بيقول: أخيرا عمرو البحيري حر. هننتقل من موضوع عمرو البحيري لموضوع برضو النهاردة كبير من ألتراز أهلاوي. المسيرة الكبيرة اللي انطلقت من نادي الأهلي في اتجاهها للنائب العام، المسيرة كانت شغالة من دقايق. ده بيان من الألتراز أهلاوي بإرشادات للمسيرة، بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كنا قد نوهنا عن مسيرة حق الشهداء في بيان رسمي، وهذه هي شروط المسيرة: 1- الالتزام التام والكامل بسلمية المسيرة، 2- خط سير، 2- ممنوع منعا باتا رفع أو ترديد أي شعارات حزبية أو سياسية، 3- خط سير المسيرة سيكون هو نفسه خط سير الجروب يوم مباراة المجزرة، وسيكون من أمام النادي مرورا على كوبري أكتوبر حتى الوصول إلى مكتب النائب العام. بالمناسبة احنا لسه شايفينهم من عندنا في الاستوديو معديين على كوبري أكتوبر. 4- في تمام الساعة 7:15 سنقوم بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسنقف 10 دقائق في صمت لأن ذلك الميعاد هو نفس ميعاد بداية الغدر. 5- حضور جميع أعضاء الجروب جروب ألتراز بالتيشيرت الخاص بالجروب. 6- الالتزام من الجميع بتعليمات كبار الجروب. نرجو الالتزام بهذه الشروط التزام تام، ونوجه الدعوة إلى جميع فئات الشعب وخاصة جروبات الألتراز أصحاب العقلية الواحدة. معانا صورة انتشرت على تويتر، الصورة بتوضح مدرسة أنس. أنس كان أصغر شهيدي الألتراز في بورسعيد. زي ما انتم شايفين اليوفط اللي موجودة في مدرسته مكتوب عليها أنس مات في المدرج، والشرطة واقفة بتتفرج. ينجيب حقهم يموت زيهم، مات من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة.
ننتقل على موضوع تاني يعني نصه جد، هو هاشتاج جديد اسمه مليون توقيع، نصه جد على نصه كوميديا زي الهاشتاج اللي كنا طلعناه من كام حلقة كان اسمه احنا جيل، في تشابه. ده اسمه مليون توقيع. اول تويت بيقول مليون توقيع لانتخاب مجلس شعب يمثل تويتر، والقرارات والمطالب كلها تتعمل في هاشتاج خاص بيها. مليون توقيع لإلغاء تسمية يوم الجمعة بمليونية كذا يمكن نفلح. مليون توقيع لبث مجلس الشعب على قناة موجة كوميدي. حقيقة مجلس الشعب كل يوم يعني خاصة في برنامج هاشتاج عندنا بيقدم لنا ماتيريال أو مادة خام عبقرية، كل يوم بيبقى فيه كوميديا طالعة على السوشيال ميديا أو كوميك أو تعليقات من الناس على النت. يا ريت يستمروا كده ويمكن ينجحوا يبقوا على قناة موجة كوميدي قريب. هاشتاج مليون توقيع لغلق أي صفحة تبدأ بأنا آسف، تعليقا على أنا آسف يا ريس، أنا آسف يا شفيق، أنا آسف يا بارك، وآخر واحدة أو أشهرهم كانت أنا آسف يا مجمع، بالإشارة للمجمع العلمي اللي كل الناس كانت زعلانة عليه ومش زعلانة على 19 واحد اللي ماتوا على الرصيف بتاعه. هاشتاج مليون توقيع بيقول من نجاة بتقول مليون توقيع على توزيع فلوس وممتلكات المخلوق على الشعب، وانا عن نفسي مش هرضى باقل من 10,000 يورو. مصطفى تيفا بيقول مليون توقيع حرية التصرف من سن 16 سنة بدلا من 21 سنة. كان في دراسة اتعملت قريب على متوسط سن المشاركين في الثورة المصرية، وكان المتوسط من بين 18 ل 25 سنة أو الكتلة الأساسية الرئيسية. فلو قدروا يوصلوا للوعي ده إنهم يعملوا ثورة، ما افتكرش كتير عليهم إن احنا نبتدي نديهم حق التصرف من 16 سنة. وبالمناسبة في بلاد كتير بتعمل الموضوع ده وبتدي رخصة القيادة من سن 15 حتى. كمان 1 مليون توقيع لمحاكمة نشطاء تويتر بالطه عشان ودونا في داهية. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم نكمل معاكم برنامج هاشتاج. احنا بنحبكم جدا. محدش بيسمع الاندر جراوند، محدش مهتم بيها. احنا عندنا كتير، عندنا كتير فعلا يعني. صعبو ده. لسه كنت بقول صعب. I like the microphone. حاجة مفيدة. رجعنا لكم مرة تانية بنكمل برنامج هاشتاج. معانا دعاية عن فيلم قصير سياسي اجتماعي يتعمل اسمه مصلحة. الفيلم ده عملوه مجموعة من المصريين يمثلون فئات مختلفة من المجتمع، ركبوا ميكروباص واحد لهدف واحد هو الوصول لمبابة، وتبدأ المشكلة لما يرفع سواق الميكروباص الأجرة فجأة بعد صعود كل الركاب. يستجيب أغلب الركاب لدفع الزيادة إلا شاب واحد يرفض ويدافع عن الحق في عدم الاستغلال.
الفيديو ده بينقل الأنماط الموجودة في مصر في الفترة اللي احنا عايشينها، بيمثل يعني دور الشخصيات، بيوضح دور الشخصيات المختلفة في أي أزمة بنعدي عليها. نوريكم جزء من الإعلان عن الفيديو. لو في ناس عايزين يروحوا امبابة، يروحوا امبابة ازاي؟ يعني عادل يا اسطى، هات الزباله على الارض دي، امبابة بجنيه، سواق مصلحته يكسب اكتر. راجل مصلحته انه يقعد جنب الشباك. ايش يا حاج؟ ايش يا بتاع الناس يعني ولا ايه؟ ايش يا حاج الصراحه خلي ابو خذ ابو كمان. ايش قبل ما يدفع الاجره بجنيه حضرات تباع مصلحته ان الاجره تبقى من غير كسور. عالم بيب 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 كله يعدى رجرة بنزل كبنزل. لا ما تخافش، حاجة خلصت المصلحة الحالة. شكرا يا مدام. الأجرة 75 اللي خلاها جنيه. خلي عنك أنت خالص يا برنس. هتدفع ال 75 يا جماعة. استغفر الله العظيم يا رب. ما احنا قايلين قبل ما نطلع بجنيه مش هنكتر بقى في الكلام. أجرة يا باشا. ألف شكر. هات بقى برنس. ايه ده؟ كده ناقص ربع جنيه. لا هي 75 وبلاش استغلال. شاب مصلحته ان يمنع السواق من استغلال الناس. استغفر الله العظيم. يا عم احنا قايلين قبل ما نطلع بجنيه. حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. قلت بعد ما ركبنا ما تستغلش حاجة الناس ليك في ساعة صبحية. الناس كلها عندها مصالح عايزة تقضيها. هتغني كتير بقى وبتاع. حسيت؟ ايه يا؟ واحد بيلوكلو كتير. يلا يابا محطتك جت. حلو قوي. ومين قال لك ان هنزل؟ انت هتوصلني ب 75. بقول لك ايه يا بابا؟ انا عايزك تهدى على نفسك بس شويه كده عشان الناس تروح وانت تروح. يعني ايه يا اسطى؟ هو استغلال وخلاص؟ اطلع والنبي يا اسطى، ورانا مصالح عايزين نلحقها. اطلع يا اسطى وانا هدفع انا الربع جنيه بدالي. ست مصلحتها تلحق شغلها. ايه يا ست انت هتبقشش عليها بربع جنيه؟ يا حول الله يا رب. وانا بقى لما يتختم لي اليوم هطلع من شبابك؟ مساله مبادئ يا مدام، ليه اصلا نوافق على استغلاله؟ الولد اللي معاه قايل من الاول ان الاجره جنيه واحنا وافقنا. بقول لك ايه يا ابو الشباب، انت فوقتني مش كده؟ اهدى بقى على نفسك شويه. يا جماعه استهدوا بالله، احنا مش عايزين مشاكل. راجل مصلحته تبقى الحياه من غير مشاكل. هي احنا جبنا الفيديو ده من فترة وحبينا نعيده تاني عشان يعني نوضح انه نشوف هل الوضع اتغير ولا الاوتوبيس في الحالة دي بدأ يمشي. يعني لو بصينا لمجلس الشعب، هل كل واحد لسه برضو بيدور على مصلحته ولا حاطين مصلحة البلد قدامه؟ هو فيديو هايل وفكرة عبقرية بتوضح اللي بيحصل بمثال بسيط جدا. اتوبيس عايز يروح امبابة وكل واحد عنده مصلحة وعنده هدف عايز يوصله،
لو حبيت تتفرجوا على الفيديو ده على اليوتيوب اسمه مصلحة. ان المشكلة تتحل بعيد عن منطقته. ننتقل لموضوع تاني، موضوع شاغل البلد والسوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، وهو احداث الشرقية والعمرية بخصوص الفتنة او المشاكل اللي حاصلة بين السكان اللي هناك الاقباط والمسلمين. معانا بيان طلع من اتحاد شباب ماسبيرو بخصوص احداث الشرقية، بيقولوا ما زال مسلسل الاعتداءات الفجة التي يتعرض لها الاقباط مستمر في مختلف القرى والمحافظات المختلفة ولم تتوقف. لم نجد على الإطلاق ردود الفعل الأمنية الساذجة لاستيعاب الموقف، والتي لا ترقى لمستوى المسكنات المؤقتة التي تزيد من تدهور الموقف. وما زالت الجلسات العرفية هي الطريق الوحيد للتعامل مع تلك الأزمات في تحد سافر للقانون وسيادة الدولة، ودائما ما تنتهي تلك الجلسات لصالح الأغلبية لتهدئة الناس دون أي اعتبار للحقوق والقوانين. تستمر البيان بيكمل بيقول من هنا يحمل اتحاد شباب ماسبيرو المجلس العسكري والجيش والشرطة المسؤولية الكاملة عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعرض الأقباط المحاصرين داخل الكنيسة الآن أو إخوتهم المسلمين الذين يحاولون حمايتها من أي أذى. بصفتهم يؤسس المجلس العسكري هم المسؤولين عن الأمن في البلاد، ونعود ونشدد على أنه لا غنى عن فتح تحقيقات حقيقية ومحاسبة المجرمين مرتكبي تلك الأفعال، وأن يتوقف الجميع عن اللجوء للحلول العرفية والسياسية التي تزيد من الأمور اشتعالا. حقيقة المواقف الفتنة الطائفية قررت بشكل زيادة عن اللزوم في السنة اللي فاتت، يعني أكثر من 13 كنيسة بيتم الاعتداء عليها، ودايما بنلاقي أن الموضوع ما بيزيدش محاولات حله عن جلسات عرفية بيقعد فيها الطرفين، وفي الاخر بيتم التهدئة على حساب حد على حساب حد. نتمنى ان احنا نشوف دولة فيها سيادة القانون، ما بتفرقش من اي حد على اساس دين او جنس او عرق. اللي عايز يفكر باي طريقة، اللي عايز يبقى متطرف يبقى متطرف، لكن يوم ما تمد ايدك على ممتلكات اي حد تاني او حرية اي حد تاني نتمنى نشوف القانون بيتطبق بحزم. على تويتر تعليقا على المشكلة الطائفية بيقول دي في مشكلة طائفية في الشرقية بسبب بنت أسلمت، هو ليه كل المشاكل الطائفية بسبب البنات؟ حقيقة دي يعني أغلب المشاكل اللي في أي حتة بيبقى غالبا سببها البنات. Perfectionatic بيقول it is worrying that 90,000 Copts immigrated in the first few months of the revolution and exodus has not stopped. بيقول إن من المقلق إن في أول شهور من الثورة هاجر 90,000 قبطي خارج مصر، وما زال التهجير مستمر في داخل مصر. طبعا الكلام ده على مسؤوليته، احنا مش متأكد من الرقم بالظبط. رؤوف بيقول مفجرة فتنة الشرقية في تسجيل صوتي هو سمعه، بتقول ولدت مسيحية وسوف أموت مسيحية ولن أعتنق دين آخر. سيناريو متكرر، الواحد والله زهق من الجواز، يعني يا ريت اللي عايز يتجوز حد يتجوزه ونخلص وبعيد عننا، مش عايزين ازمات ومش ناقصين احتقانات. احمد خير على تويتر بيقول غياب مؤسسات القانون والاعلام غير المهني هم اكبر اسباب الاحتقان الطائفي، اللعنه على الاغبياء. رؤوف تاني بيقول لو استمر معدل حرق الكنائس كده المفروض يتسهلوا في قوانين بنى الكنائس، عشان كلها سنة ولا اتنين ومش هنلاقي حاجة تتحرق. يعني قصدي مش هنلاقي، لو فضلنا كده مش هنلاقي الكنائس أصلا تتحرق، فلازم قانون دور العبادة الموحد يشد حلهم فيه. تويت من أنا الطرف الثالث بيت جميل بيقول واحد بينتقد الشيوخ وبيجي عند محمد حسان يقول لك لا، زي اللي بينتقد الأباء الكهنة ويجي عند البابا شنودة ويقول لك لا. حقيقة نتمنى نشوف اليوم اللي ما يبقاش في أي حد فوق مستوى النقد، مش عايزين خطوط حمراء ولا بنفسجي، كفاية علينا قوي لحد كده. قبل ما ننتقل للخبر التاني ناخد فاصل ونرجع لكم تاني نكمل معاكم هاشتاج، خليكم معانا. أنا
بشتغل وفي بلد بتسرق. لا ما عملوش حاجه جديده. الشعب بيحب الشرطه تصف اختياراته يعني. الحكومه الجديده على عيننا وعلى راسنا. القرارات كلها مخيبه للامان. معاشات فين هي؟ لازم نستثمر اكتر في السياحه. ان شاء الله اللي هي ترجع زي ما هي ان شاء الله. ملهاش علاقه بالثوره طبعا. الامان بس في البلد اهم حاجه. يقدر يعمل كل حاجه. غصب عننا لازم نزل. مدنيه. اي اسف. هو ده اللي انا عاوزه بس. وشكرا. احنا بنقول كشباب ثوره ان احنا مش بنقعد في ميدان بنهتف وبس. المكان عمل بالنسبه لي انا شايفاه مقدس جدا. بص بقى كل يوم بيختلف عن يوم. نأمن مستقبلنا ان احنا نبني بلدنا هنلاقيه في ولادنا. نفسي اضمن لهم مستقبل كويس. نسيب المقال شوية ونسيب الأوضاع السياسية ونتكلم أكثر بشكل فكري وفلسفي وفني. رجعنا لكم تاني ومكملين برنامج هاشتاج. لسه بنغطي موضوع فتنة الشرقية، الفتنة الطائفية. معنا خبر بيقول قدمت النائبة مريان ملاك عضو مجلس الشعب استجوابا لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف بسبب تباطؤ الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحداث الطائفية وخاصة أحداث الشرقية الأخيرة والتي وقعت قبل قليل. وقالت في تصريح لبوابة الوفد ليس منطقيا تصاعد أحداث العنف الطائفي في مقابل الموقف السلبي لأجهزة الأمن، لافتة إلى أن مدير أمن الشرقية قد أعلن عن التحفظ على الفتاة رانيا خليل ذات 16 عاما ووعد بتسليمها لأهلها في حين أنها لم تسلم حتى الآن، مما عزز من الاحتقان الطائفي من أهالي الشرقية. احنا كنا لسه بنقول مفيش تدخل أمني كافي، للأسف ساعة التدخل الأمني بدل ما بيكحلها للأسف بيعميها. ياريت يعني نشوف تدخل يعني ولا بقى سياسي ولا عادات عرفية ولا الكلام ده، نشوف قانون بيتطبق على الجميع، الاعتداء يقابل بحزم ويتطبق عليه القانون. بشوي نجيب على تويتر ناقل كلمة لكمال زاخر بيقول كمال زاخر لم أكن أتصور أن يؤجل مجلس الشعب طرح قضية تهجير 8 عائلات قبطية من منازلهم في العمرية ثم يناقش قضية أنبوبة الغاز. صراع أنبوبة الغاز دي طلعنا زي البخت في أي مشكلة كبيرة بتحصل في البلد، بنبص نلاقي مجلس الشعب سايب المشكلة وسايب الناس اللي بتموت، إن كان أحداث بورسعيد أو إن كان أحداث محمد محمود، وقاعد واجعين دماغنا بأنبوبة الغاز في الوقت اللي لسه بيتصدر فيه الغاز لإسرائيل بنص سعر التكلفة، جنيه واحد للمتر المكعب. ذا أمير هاني بيقول على تويتر فين هيبة الدولة من أحداث العمرية والشرقية، ولا هي هيبة الدولة مش بتبان إلا عند الداخلية؟ يعني مش بتبان وبس يا أمير، ده بتبان بشدة. يعني فعلا احنا بنشوف ناس بتقطع الطرق، بنشوف ناس بتسبب فتنة طائفية، لكن التدخل بيكون معاهم بكل حنية وعادات عرفية وطبطبة، لكن لما حد بينزل في مسيرة كده ولا كده ولا يهوب بس ناحية وزارة الداخلية بنشوف تعامل تاني خالص وبنشوف هيبة الدولة بجد. جوزيف شفيق بيقول المحافظ، نقلا عن المحافظ اللي بيقول البنت ليست مختطفة وتم التحفظ عليها في مديرية الأمن ولا علاقة للكنيسة بالأمر. مش عارف ازاي مش مختطفة وازاي موجودة في مديرية الأمن وما طلعتش من ساعتها، مش عارف ايه الفرق بين ده وبين الاختطاف. انتقل تعليق باسم يوسف. تعليق باسم يوسف على الأحداث اللي حصلت كان تعليق قوي جدا، نسب لحدث تاريخي حصل في التاريخ الإسلامي. تعليقا على موقعة العمرية بيقول يحكى أن سيدة قبطية تدعى فرتونة كان بيتها ملاصق لمسجد، وطلب منها والي مصر عمرو بن العاص أن يعطى لها مسكنا بديلا ليتم توسعة المسجد فرفضت، فأمر بهدم المسكن وتوسعة المسجد بعد أن منحها بديلا له. غضبت السيدة القبطية
الطاعنة في السن، وسافرت إلى المدينة شاكية لخليفة لخليفة والي مصر من أجل لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب، الذي على الفور استدعى عمرو بن العاص والي مصر من أجل شكوى مواطنة قبطية. وعندما مثل بين يديه قال له: يا أمير المؤمنين، قد استبدلت مسكنها بمسكن آخر لتوسعة المسجد. فقال له عمرو: وهل وافقت؟ وعندما أجابه نافيا أمر عمر بن الخطاب أن يهدم المسجد ويعيد للسيدة الطاعنة القبطية مسكنها بعد بنائه من بيت مال المسلمين. أين أنتم يا من تطلقون على أنفسكم السلفيون أو إسلاميون من السلف الصالح حين أجبرتم عائلات على ترك منازلها؟ في صفحة الكلنا خالد سعيد بتتكلم على اقتراح المجلس الاستشاري على المجلس العسكري بأن الاستفتاء الدستوري الجديد يكون في 30 إبريل. في تعليقات بين الموافقة والرفض. هنتقل بسرعة قبل ما نخلص الحلقة. في حملة جديدة جميلة جدا طلعت ردا على حملة كاذبون المشهورة اللي طلعت دي، حملة اسمها حملة صادقون. الحملة نقرأ شوية تويتس منها. حاطين صورة كاتبين شباب 6 أبريل مع اليهود، مكتوب تاني: كل حبي وتقديري للجيش المصري، جيش بلدي ولا عزاء للخونة. صورة تانية محمد أبو حامد مع سويرة، صورة الدبابة باللون الوردي الزهري، مكتوب: هذا هو ما يسعى له بعض الثورجيين أمثال علاء عبد الفتاح وغيره من الفرافير. تمام. الصفحة دي وصل عدد المشتركين تقريبا عليها 10,000. دي كانت آخر حاجة معانا في حلقة هاشتاج. استنونا إن شاء الله في حلقة بكرة من برنامج هاشتاج. كان معاكم سيف كرفان، اللقاء في الحلقة اللي جاية إن شاء الله.